السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، متواصلين وياكم بتغطيتنا لخليجي 25 وعالميه عالميه عالميه. البصره صارت عالميه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ شلون الصحه؟ شلون الامور؟ الله يحفظكم. يا البصره عالميه بعد صارت، ايش تردون؟ طبعا خبر عاجل حاليا. يا الله يا الله، خبر عاجل انه الاتحاد الدولي ولاول مره بتاريخ بطوله الخليج اعتبر انه بطوله الخليج ضمن ايام الفيفا. الفيفا شنو رايك؟ هي رسميه. شنو رايك؟ شنو رايك هذا الخبر عندي قبل يومين؟ يعني احنا تعرف التعلامي، نعم، وانا هنا أنا مشجع ومواطن، نعم، فاكيد راح يوصل الخبر الك لانه اعلامي عن طريق عملك. اذن البصره ضربت عصفورين بحجر. اكيد. اولا استضافت بطوله الخليج وسوت قيمه لبطوله الخليج عند الاتحاد الدولي. عند الاتحاد الدولي من ضمن الافتتاحيه واللي صارت الفعاليات بداخل الملعب ضمن جدول الفيفا. وجاي شوف انت طبعا هذا العرب وهاي الوجود الموجود العرب كله هسه اللي هنا، فهذا يفرحنا احنا كعرب كاخوه كخليج. هذا هو شط العرب مصبه عند الخليج، فهذا كله مفرح لنا. تتفق وياي على موضوع انه الرياضه سوت ما سوته، لا السياسة ولا الاقتصاد ولا الجوانب الأخرى، عمرت بنت. إذا العيد الذاكرة، فإحنا 2007 أمم آسيا هي واحد الشعب العراقي اللي ما قدروا يسوون السياسيين وأخذوا البطولة، وكان العراق من الجنوب للشمال هو أنه بطل أمم آسيا واخذونا واحد الشعب وواحد العراقي، واحد الشعب وواحد العراقي، ونسانا هواي أمور في وقتها أنه العراق كان محتاج هاي البطولة. كذلك انعادت الكرة 2023 هي بطولة الخليج، وهنا أخواننا الخلاجة والعرب كلهم متوحدين بالبصرة، واليوم بصرتنا يعني غير شكل، صورة غير صورة قدمت للشعب العراقي، وهو هاي الصورة الحقيقية للشعب العراقي. الله يحفظكم إن شاء الله. سيدنا الله يسلمكم. الله يخليك حبيبي. الله يسلمك قلبك يا به. أهلا، سوي صف قول للسيد. امشي اجمع امشي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. الله يسلمك. الله تمام تمام. زين الحين جيت انت وخليتني وراك. الله الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. من ورا اشتافك شفت بيك الجمال. الله اكبر. والله الله يسلمك. شلون الامور؟ والله الحمد لله طيب. جايين؟ والله من الكويت. من الكويت؟ اي الحمد لله. ما شاء الله على الكويت. اي والله الكويت. والله تدري يعني جاي اشوف الكويتيين اكثر من العراقيين. ما شاء الله. اعطيني بوسه. حبيبي. شلون الاجواء؟ والله الاجواء ما شاء الله ممتازه، وترتيب وتنظيم ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء طيب. هاي اول زياره لك؟ اول زياره والله تحمست عليها صراحه. اي والله تحمست عليها. اي بالله تحمسين حيل. زين خليني اسال سؤال. انتم جيتوا حتى تازرون منتخبكم لو حتى تشوفون البصره؟ عصفورين بحجر. عصفورين بحجر. النازر الحجر الاول منو؟ النازر اكيد. اي اكيد. تعال هنا. والله ابو من؟ ابو سعد. ابو سعد. للامانه شوف انا ما كنت حاط بالي يعني بحياتي كلها اني اجي لعراق للامانه. زين ليش كانت توصل لك صوره غير لا شكل؟ مو مساله صوره، مساله ان يعني انت شايف الوضع اللي كاين بالحدود وكذي. عرفت؟ بس جيت اليوم مو عشان المنتخب، لان اليمين والطابه يسار. حلو. انت شاعر؟ انت شاعر؟ احيانا احيانا. حلو. زين الماء مو رياضه على الشعر. أيوه. والله العظيم جيتي هذه غيرت نظرتي 180 درجه. يعني انا كنت حاط بالي ان هذه يمكن خلينا نعدد 180 درجه. اي اولا يعني اولا كانت الفكره بمخي اني بروح مع الشباب، يلا نمشي نمشي. يلا مشينا. مشي. اي قلت يمكن على الواهز. اي قلت يلا يمكن اول واخر مره. الحين الاسبوع الجاي انا عندكم. خلي اجاوبك على هاي النقطه. تدري العراقيين شو يقولون؟ شنو يقولون؟ احنا يعني كل واحد عاف شغله وعاف التزاماته من الدول البقيه وجه للعراق. انا غايب متفضل علينا. إيه؟ انا عندي دوام متفضل بكرة. العراقيين في هاي جيت. لا لا هذا التعبير. لا لا ما فيها فضل. ما فيها فضل. انتوا اهلنا والدم واحد. طيب والله العظيم يعني نظرتي تغيرت. يعني الناس قاعد تعزم، الحساب ما يخلوني ادفع. تهاوشت ويا ثلاثه ابي ادفع، يقول والله ما تدفع بلاش. لا الكرم تربل ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني شيء ما شفته. زين هي العروبه معروفه بالكرم. اي بس انا مثل العراق ما شفتوا. انا اكون صريح وياك، شيء ما شفته بدول ثانيه والله. اي والله اي والله قسما بالله. وجيتي هذه اقتنع انها مو الاخيره. ايوه مو الاخير. لا ان شاء الله. لا ولا اكيد. لا حبيت. لا والله حبيت. يوم خسرتوا؟ لا صراحه خسرت ما رديت. قاعد عاشت ليادي. بس تعرفون شغله؟ المنتخب الكويتي ايوه رايح على البطوله مشي.
شلون رايح البطوله؟ يعني خسران ما يهم، عنده 10 القاب. والله عندنا 10، احنا جايين جايين نتونس وياكم، بس عندكم 10 نشوفكم ونمشي. ترى ايه؟ فوز، ترى مو فوز المنطقه، فوز والله شوفتكم. لا 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 لا. والله شوفتكم والله. انت عندك 10 القاب انزين، والمقرب منافس لك عنده 3 القاب. تمام، فين انت عادي تخسر؟ انت مش ريال مدريد؟ ترى ما اعرف بالكوره. انت مشو مثل ما تسالني، ما اعرف شيء. ريال مدريد عنده 14 ابطال. ايوه، برشلونه ان شاء الله السنه الجايه ياخذ. لا 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 تقيس برشلونه، لا تقيس السيتي ان شاء الله. ما انت زين، ما لا لا السيتي، السيتي 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 ياخذ جوارديولا ان شاء الله. برشلونه هسه اقرب هنا. اول شيء مساء الخير عليكم، احلى تحيه من الشعب المصلي العظيم. انا محافظتنا ونحن والشباب. بالنسبه لي انا سؤالك كان يكون عن شنو؟ عن المدريد ودوري الابطال لو شنو؟ شان السؤال؟ اقول المنتخب الكويتي هو الاول ببطوله الخليج، عنده 10 القاب. نعم. اقرب منافس له عنده 3 القاب. فهو ما هام البطوله للعراق. احنا المضيف وانتم اشقائنا وجيراننا وعلى عيني وعلى راسي، لكن يوم بين المنتخب الكويتي شنو؟ المنتخب القطري جاي بتشكيله احتياطيه شبابيه، اكلت 2 من عنده. انزين الارجنتين خسرت اول مره بكاس العالم. لا تقارن الارجنتين بالكويت. الاصايل تلحق تالي. الخيل الاصيله تلحق اخي شيء. الكويت رقم 148 على العالم، تقارن الارجنتين الثانيه على العالم. لا 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 لا، فوز السعوديه كان مفاجاه. اما تراجع الكويت شيء طبيعي، لكن ايه؟ الكويت واجهتها ظروف توقف دولي، وايضا مرت بظروف صعبه جدا. جيل فني، هسه ندخل بالاشياء الفنيه. انا مو مدرب، ندخل بالاشياء الفنيه. اقول لك شيء، بطوله الخليج بدون الكويت لا طعم لها. الكويت هي المتصدره وهي صاحب الرقم القياسي بالبطولات، لكن هذه البطوله ما راح نرضى الا ان تكون عراقيه بحته، والكاس عراقي. توفيق للبطل ان شاء الله. واحنا فايزين بكم وبوجودكم، ونورتوا العراق وعلى راسنا. هي هاي، ايوه هي هاي. احنا اي منتخب، حتى المنتخب الكويتي اليوم كان له اداء. انا حضرت اللعبه. نعم. المنتخب القطري الشوط الثاني نهائيا ماكو. انا كل احترامي لكل الفرق العربيه الموجوده بالدوره اليوم. الفريق الكويتي انا كنت اتابع وكنت بالمدرج الكويتي. الفريق الكويتي ادى اداء رائع بالشوط الثاني، قليل الهجمات اللي كانت موجوده من ضمن الفريق القطري، لكن الشوط الاول بدايته اول 25 دقيقه شفتوا اللي صار. رساله من ارض الفيحاء. أي. الى رئيس الاتحاد الدولي. أي. كفاكم سلبتم حق العراق في إصدار. ان شاء الله راجع حق العراق. ان شاء الله بوجود من راجع حق العراق ان شاء الله. كفاكم سلبتم حق العراق في استضافه البطولات. نتمنى من هذه البطوله ان تكون انطلاقه لانتزاع حق استضافه الفرق الدوليه والعربيه، والحظر ينهي فقط. نحن نقول انضم صوتنا لاشقائنا اللي جايين الخراجه. ان شاء الله البطوله حلوه بلمتنا، وهذا اهم مكسب. والشيء الاخر انا اتمناها عراقيه صراحه. هسه انت تتمناها، كل واحد يتمناها، لكن بالنهايه هي الفايز بالبطوله احنا البصره. يعني فايز المنتخب اخذ اللقب او ما اخذ اللقب. هلا وكل الهلا بشيخنا. الله يحفظك يخليك. والله الحمد لله بخير ونعم. البصره اوروبيه. والله اجواء البصره جدا جميله. وما شاء الله اهل البصره وقفه مشرفه. حسن الكرم والضيافه صدمت كل الموجودين من المحافظات العراقيه ومن دول الخليج. فهذه وقفه تحسب للبصره على مدى التاريخ. واحنا كلنا وجودنا هنا من اقليم كردستان ومن كل المحافظات دعما للبصره وحتى الخليج والوطن العربي. بلدكم بالتالي تجون هنا جايين انتم حتى يبين انه احنا من الشمال للجنوب احنا جاي نستقبل محافظه واحده كل ضيوف العراق. الله يحفظكم. الله. وكل يعني واحد جاي بزي اليوم. وهذا هاي الرساله، الزي والعلم انا شايله بالسياره بس ما شلته وياي، ولكن هذا انه دلاله على انه العراق واحد وماكو اي زعزعات بي، بل احنا نستقبل في صف واحد كل ضيوف العراق. هسه الشيخ حكيت خوش حكايه تسمعونها، قلت جيت حتى نعزب واحنا معازيب نعزب، حتى اذا تعب من البصره بنقل كردستان هو اللي يعزب بداله، واحنا كلنا نوقف على الضيوف. الله يعزكم. اي والله حاضرين احنا وخادمين. وانا كلش سعيد ما اتجول بالبصره واشوف البصره بهاي الدول العربيه قاعد تتجول بيها. اتمنى البصره اشوف في مكان لائق في الايام القادمه. تقعد هنا واقعد هنا يابا على هذا الوضع، على هذا الجمال اللي صارت في البصره.
اقليم كردستان يجون يقعدون هنا يشترون. احنا قبل الناس اللي تروح هناك على الاجواء. احنا حاضرين. عجبتك الاجواء؟ اجواء جدا جميله. لا قصدي على الاجواء. احنا كنا قبل احنا نسافر غير دول حتى نلتقي بهاي الوجوه العربيه. اليوم هم الوجوه العربيه ضيوف عندنا، وهذه ما تتكرر فرصه يجب ان نستغلها كشعب العراقي ونقدم افضل ما لدينا من فرص حتى نجذب ذول الجايين كلهم يعودون مره اخرى زياره، وهذا احنا ما نسعى له. الله يحفظكم ويحفظ البصره ويحفظ شباب البصره والزود لمن سوى هذا وجمعنا كلنا احنا هنا. خلينا نشوف اخواتنا هنا انا والشيخ. يا مرحبا. هذا الحكي، هاي العزوبية، هذا الكرم. شنو انتم اهل البصرة؟ احنا بالخدمة. تخبلون عم تخبلون؟ احنا بخدمة الدول العربية والخليج وشمال العراق وبخدمة الموجودين. اي والله كل بيت واحد مثل ما تقول. لا احنا عفونا من بيت واحد، ندري من بيت واحد ومعازيب ندري معازيب، بس سولفون المشاعر وانتم شايفين الناس الوافدين جاي يجون للبصره اليوم. البصره مشاعر ما بدت الخليج والله العظيم، يعني مشاعرنا يعني ما بيش نصفها. حلو هذا العلم بعد ان شاء الله. رحم الله والديك الله يحفظك. هذا كل الاعلام الخليجيه ان شاء الله. احنا بيت واحد بجنب زين. هذا ظهره هيك العراق. اي آه. وهنا هيك اي البلدان كلها كلها دوم العراق. هو الاب للكرم والضيافه. نعم والله. يا الله يبارك. يا ابوي شنو انتم عراقيين؟ عم الله منين خالقكم انتم؟ منين الله خالقكم؟ هيش حلوين؟ حلوين من الله. هيش حلوين؟ هيش طيبين؟ الله خالقنا. هاي طينتنا. هاي الله خالقنا احنا ان شاء الله هالكرم وهالطيب. ملوحه. اي والله ملوحه. ملوحه. والله ملوحه. ثلج الجبال ويا الملوحه تصير طعم ثاني. تصير مقلم. لبن يصير. والله لبن ارميه بعد على راسي. الكرام متواصلين وياكم من كورنيش. البصرة مثل ما جاي يشوفون اليوم الكل متواجدين هنا باعتبار انه اليوم البصرة هي جميلة جدا بكل تفاصيلها التنظيمية، الاعمار اللي حصل بها. بالتالي ما انسى ناسها اللي هم والله العظيم ما ادري الله من خالقكم. تفضلوا يعني طينكم يختلف. بيت العامر متواصلين وياكم، خليكم يعني. من كورنيش البصرة وبهاي الأجواء الحماسية وهذا الجو اللطيف البارد، احنا متواصلين وياكم ومو بس وياكم، متواصلين ويا الشباب الحلوين اللي موجودين ما شاء الله. شلون الأجواء؟ والله بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر أستاذ أسعد العيداني. والله العظيم سبقتني. والعملاق عدنان درجال على الافتتاحية. ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة. وأكيد أنتو لكم المثل الأول الإعلام. لا والله نقل. أنا بدوري أشكر الجماهير قبل كل هاي الشخصيات. طول عمرك. الجماهير الله يوفقكم ويوفق كل إنسان ساهم بهاي الافتتاحية الحلوة بهذا الخليج اللي يعني رسم الفرحة على العراق جميعا. الأجواء الأجواء أنا سوالف على الأجواء. والله من وعيت للدنيا. من قلب القلب للمشاهد. من وعيت للدنيا لهذا اليوم، ما شفت هيك أجواء بحياتي. أبد. أبد. الله يديم الفرحة للعراق. أنت جاي تصور بي وأنا أصور بي وأتصور بي. والله العظيم ابد ما صايره. لا مو اجواء لا. هاي اجواء تختلف. هاي اجواء تختلف لان هاي الاجواء ببلدي وكنت يعني اتمنى انه القى هيجي يعني فالتنظيم يعني يفرح كل انسان يجي للعراق. الله دول فرحان. والله كلش فرحان. فرحان يسمعنا شيء سمعنا هوسه شلون يشجع. الشيخ مالتنا الشيخ مالتنا موجود. تحيه للمسلم. السلام عليكم مسلم. عليكم السلام. تعال هنا مسلم بعيد علي انت. شلونك؟ الحمد لله. تحت الكورنيش وهاي الوضعيه كذب. ايه خبل ها؟ بس باع المنظر. خبل. احمد صور لنا المنظر هيك عدل. شوف المنظر هنا القارب والسفن هاي. ايه. الاجواء لطيفه. تخبل. وانتم لطيفين. واتهم لطيف. بس اهل البصره يخبلون. اه بينا ملوحه. ايه كلش. معازيب. كلش. الكل يحكي بكرمهم. ايه. زين؟ يعني انا واحد من الناس صار عراقي واجي للبصره. بس هاي المرة العزوبية طبعا فشي. طبعا أقدم شكري إلى الشيخ أسعد العيداني وللشباب البصرة كافة على حسن الاستقبال والضيافة. الجماهير الخليجية طبعا احنا خليج واحد وعرب واحد وشعب واحد إن شاء الله، وإن شاء الله أحسن وأحسن أحسن وأحسن كلش يا رب. اي والله كل آمين.
آمين. آمين. بعد أحسن. آمين. أعلى. آمين. 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 شلون؟ أنا حسوني اللي يحكي. حسوني. الحمد لله. شبير شنو بقلبك حسوني؟ كل شيء ماكو. لا 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 لا. لا ولك. أنت شو تشجع؟ شكي العراق. أنت بتشجع ولا بترقع؟ لا شجع. شجع العراق. إيه. ها. وإذا خسر العراق؟ ما راح تشجع؟ شجع أرجنتيني. شجع أرجنتيني. جماعة هذا برشلوني. لا ريالي. ريالي. إيه. بس لا مدري برشلونة وجرها مشاعر خطية. لا لا أنا ريالي. ريالي. ريالي جراحك مو. كريستيانو طلع. آه. والله. كريستيانو طلع بعد شير يدون. راح للنصر. منيال النصر. إيه والله. يلا نشوفكم بخير. يلا. الأجواء. كلش لطيفه. انا بارده الله يعزك. بالبدايه اشكر كل من ساهم على هذا التنظيم. يعني مو بس تنظيم يعني صراحه ماكو هيك شيء. انا هسه بغداد يصير عندنا بطولات. شو نعرفها من بطولات؟ عندنا مثلا الدوره. الدوره ترى هم قوي. اي بس ما صارت عندك حدث يحتضن هذا. ما صار عندنا 65 ألف متفرج. وصلوا 3000 ألف متفرج. 300 ألف متفرج. إي إي ما وصلوا هيك عدد. صح كانت خروقات بسيطة بس تحدث عادي بأي بطولة بالعالم تحدث. صح. بس يعني الجمهور كان كلش حاضر ومساند وعطشان. زورائي. إي زورائي. زوراء ومدريدي. زورائي. يلا. أهلا حبيبي. ممنونين. ممنون شايف الكرام يتواصلون وياكم ب أجواء الكورنيش. ومثل ما تشوفون اليوم العوائل والكبار في السن والصغار اليوم حتى الشباب كلهم متواجدين بكورنيش البصرة باعتبار أنه أصبح شلون أقول أيقونة البصرة ببطولة الخليج. كل اللي موجودين هنا بالفرق المشاركة وأيضا حتى العراقيين اللي جاي يزورون لازم يمرون بكورنيش البصرة قبل ما يمرون بالملاعب. ليش؟ لأن الكورنيش أنا زرته قبل فترة اتوقع قبل سنه جيت ما شفت هيك وضعه بهذا الترتيب بهاي الاضاءه بهذا النخل بهذا الاعمار الحديث الجديد الحادث الان شفته باقل مو مثل ما عليه الان بالوقت الحالي. وهذا كله خلي احكيه بين قوسين بزود الرياضه وبزود بطوله خليجي 25. السلام عليكم خليجي شلونك؟ شوف خليجي 25 هذا خليجي 26. احنا متواصلين وياكم وخلي اشوفكم الصوره هنا بالشارع. احنا الان يعني بساعات متاخره من الليل لكن بالتالي الجماهير يعني الشارع مزدحم بطريقه خرافيه خرافيه. والحلو بالموضوع انه اليوم هذا الشارع لين اجواء شتاء تشوف ابو اللبلبي ابو الشلغم ابو الباقلة اللي موجودين هنا الاكلات الشعبيه اللي موجوده. بس حرامات يعني هنا ما شفت شيء واحد انا مفتقده اللي هو النهر خوز. النهر خوز حلاوه معروفه عند البصراويين بس ما شفناها بالعشار. وين معروفه؟ انت بين بصراوي. بصراوي ان شاء الله. تقول البصراويين هالكرم مو صحيح شباب؟ والله بشهادة الناس انا ما شهادة الناس. اي الحمد لله. سمعت الشهادة. الحمد لله الحمد لله. انا اريد نهر خوز. نهر خوز والخصي. يعني روح لو تجيب لي. اصعد. اصعد اصعد ويانا. اصعد طيب. تتفوت. والله العظيم تفوت يا جمهورنا يا مشاهدينا. يعني نهر خوز عظيمه. انا هسه لو ينطيني قلبي مكمل تصوير كان رحت وياه. انا بخدمتكم. تنتظرون هنا نجيب لكم ونجي. هذا 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 خصيباوي. هذا من نهر خوز. صيباوي هذا. منك؟ من هي؟ الاصليه يمهم. ايه. ما تعطيني سر المهنه شلون؟ يمهم. لبس وراشي وبعد شكو. شكو وشكر. لا لا. ما يعرف ما يعرف. حبيبي خدمة مشاهد الكرام شوفوا الاجواء حاليا شوفوا الناس ما شاء الله تجي هنا المشي مزدحمه هنا الشارع وبالتالي حتى السيارات هنا مزدحمه. السلام عليكم حجي شلون الاخبار؟ خلينا نشوفك تعال. هتشوف الحج هنا نطلع العائله اليوم وياه. شوف ما راح اسولف وياك بالبطوله ولا بالمنتخبات بس راح اسولف انه هذا الكورنيش سوى جو للعائله العراقيه. نعم والله نقدنا سعد العيداني جزاه الله خير على هذا الانجاز. الاعمار الاعمار كله فضل يرجع لسعد العيداني. زين
طبعا هي كانت ما حد يقبل على والفضل ايضا يرجع للبطوله كره القدم لان لولا خليجي 25 ما شفنا هذا الاعمار. احنا لو ما هي لو ما صايره ما صار هذا الاعمار صح لولا. انت شو اقول لهم تقرب على سنه سنتين حتى شوف حتى ابراج لو مطينا قبل سنه قال لي اصير هي اموية ياجلونها ويرجعونها ياجلونها. الرجال خلال سبعة ايام سوى الخل هذا اللي سوال بالملعب. اتمنى لك التوفيق حبيبي جزاكم الله خير. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم خليكم معنا. طبعا اول مره اشوف واحد يمشي بالكورنيش ضايج. انا ضايج ليش ضايج؟ هذه يمك شوفها بولا زعلان بعد اوه بدوه لك بردان والله بردان نحسان نحسان هاي الاجواء ونحسان والله العظيم تخسر يعني حرامات ما تعيش اللحظه هنا. سال الساعه يفتح ببراك يروح منا ويجيك منا والله العظيم كورنيش ورجعنا يجي شلون خلص على الكورنيش بس ايش روح على وين روح كنا خوز روح شوف المطاعم شوف الاكلات راح ندخن اراجيل ماكلين الحمد لله والشكر راح ندخن الحمد لله ونسى والله صار اسبوع ماكو مكان ما افتريناه. تعال انت ليش باو علينا تعال شلونك؟ السلام عليك. زين سلام. مو هو لابس بارده والله ضايقين اكو ناس جاي تحكي على سوء التنظيم وعلى هذا حكي خلوه على صف. احنا ضايجين على مود الله شاهد يعني مو فد مهم اكو فنانين احنا شوف 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 اللي وصلناهم شوف 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 اكو شيء مهم اكو شيء مهم واكو شيء اهم. الاهم متحقق هو تحقق انا وياك الاهم متحقق اللي هو التنظيم يكفي انه التنظيم عالمي عالمي وبشهادة الجميع مو بشهادة الموجودين تنظيم عالمي شهادة كل الاعلاميين الموجودين خاصة منا للخليج كله والله من حقك تفتخر به منا المدى الحياة. اكو كم فنان طلع ويحكي واعلاميين يحكون لا ترى ما له داعي عم احترق قلبهم ذول. احنا جايين تاج وجايين و... والله العظيم والله العظيم وهاي احكي هسه قدام الكاميرا قسما برب العباد اني ضمن اللجنه لا ضوجونا اصلا طلع لي باج ورحنا وفوت خمس سيارات وما دخلنا ما ضجنا ما عادي ما دخلنا ما دخلنا الملعب ما اتوقع ما فرحان اليوم من اكتمل تنظيمه يعني انا من جاي اشوف الناس هنا مصدومه ومتفاجئه يعني هذا مهم هذا اهم يعني افتتاح عالمي وحلو مرتب يعني ما له داعي عمل باخطاء واحنا هاي بدايه صارنا 43 سنه 40 سنه ما منظمين اول مره اليوم التنظيم حلو مال ملعب الميناء القطر والكويت تنظيم حلو لانه تعرف لعبه العراق جمهور هاي المره شلون واحد مرات واحد مرات شلون الطفل يمشي شوي شوي يتعلم شلون واحد مرات يتزوج الاولى بعدين يتزوج ثاني يضبط انه بالثالث ذو يعرفون كلهم تحياتنا تعال لا بس تعال هاي تحياتنا ورايح نزعل احنا شلون رايح لا بعد حكيت العدي حبيبي عمري عمري وان شاء الله هاي الاجواء نشوفها بكل المحافظات موافقين يا قلبي موافقين يا هلا اهلا صورني اهلا بالجاي مهنين اهلا بالجاي يا هلا ويا مرحبا يا هلا ويا مرحبا هلا بيك هلا فيك هلا ارحب بيك بالعراقي هلا وكل الهلا كل الهلا بيك منين؟ من الكويت يا حبيبي اكثر جمهور جاي التقي بهم هنا كويتيين ما شاء الله انت شنو ماخذين الكورنيش؟ ها؟ والله بعد احنا كلنا اخوان وجيره وصله رحم ودم بيننا ما يفرقنا اي شيء. هذا الموضوع نتجاوز لين هاي ما نتجاوز يعني لا نتجاوز عقبال ايش احنا اكبر من هذا الموضوع بيننا وبين الكويت اكبر من تنظيم يعني سالفه التنظيم هذه تصير بكل حدث يعني حتى صار عندنا بكاس الخليج صح اللي معاه تذاكر في اي بي كان يدخل تذاكر عاديه صح والامور عاديه على مستوى كاس العالم على مستوى كاس العالم حتى دوري ابطال ليفربول تذكر ليفربول صار فيها قاموا يقمزون الناس موضوع ويمشوا. طبيعي يعني وارد موضوع طبيعي وعادي بالعكس الوضع هنا امان وماكو كل شيء بالبصره صراحه 100 100 اقول حق الكويتيين طافكم صراحه حفل الافتتاح طافكم صراحه اليوم صراحه التنظيم كان على اعلى مستوى حنا انا 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 ما اخذ تذاكر بس انا ما اخذ تذاكر أوكي. انا ما اخذ تذاكر من وفد الكويتي انا خذيت تذاكر بس والله أمول ما دروا اني انا من الكويت
طببوني ببلاش. هسه طافكم معناها فاتكم؟ اي فاتكم بالعراقي؟ اي فاتكم 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 الافتتاح. سمعون سمعون هاي أيوة. باعتراف الكويتيين نعم. والله ما حضر للبصره فاتته هواي اشياء ومو بس ما حضر الافتتاح ما حضر اصلا هنا على الكورنيش. لا لا والله صراحه ملقى طيب وصراحه ويعني كافي كافي الملقى الطيب كافي الملقى الطيب والوجه ما شاء الله بشوش. والله اني دخلت راعي بقاله احنا نسميه بالكويت راعي البقاله قال انت لهجتك مو عراقي. قلت لا انا من العراق. جاي يقول لي لا انت لهجتك مو عراقي والله ما تدفع والله ما تدفع ما دفع. انت خليجي ما تدفع. الله اي والله هاي شوف 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 كرم اهل البصره شوف كرم البصراويين والعراقيين والله كفو 100 كفو كفو انتم الكفو. شكرا جزيلا رحمه على والديك ما قصر. نعم مشاهدينا الكرام وبالتالي هو اليوم اكو موضوع مهم جدا اريد احكي به كل الوفود اللي جايه مو فقط الجماهير ايضا حتى المؤتمرات الصحفيه اللي كانت تقام بفندق المناوة باشا. تصريح المدربين تصريح رؤساء الاتحادات اللي موجودين قالوا احنا عندنا الاهم هو دعم العراق وانجاح البطوله هذا هو الاهم اللي بحساباتهم وبحسابات الجماهير الوافده وبالتالي احنا نوجه شكرنا لهم على تقديرهم وحبهم للعراق مو نعم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اشكر تواجدكم هنا. طبعا اذا نتكلم على البطوله هي البطوله ان شاء الله ناجحه قبل تبدي بحضور الجماهير حضور الخليجيين الاخوان الخليجيين ما شاء الله. طبعا شهادتهم هي بين موجود هنا صار يعني شيء ما متوقعينه. احنا طبعا جينا المحافظات طبعا بغداد انا جيت فشفت الحمد لله شفت بعيني ما نقلوا لي الاعلام بجهه والسوشيال ميديا بجهه لكن الواقع غير شيء. كرم موجود يعني فتشي اجواء البطوله مبينه ما شاء الله كل شيء يوحي بان البطوله هي نجحت. احنا قبل لا تبدا الافتتاحيه جينا وحضرنا هنا قبل يوم شفنا فتشي يعني غير شيء الحمد لله وشكرا. طبعا املنا بان الايام القادمه بان لعل ولا يفتحون شويه الحظر على الملاعب العراقيه هاي بادره خير نعتبرها وحضور رئيس الاتحاد الدولي كره قدم اكبر رساله بحد ذاتها ان العراق امن وقادر على احتضان اكبر مناسبات رياضيه. نعم هذا الشيء اكيد طبعا احنا شاهدناه وفرحنا به طبعا وجود ما شخصيات همات رئيس الاتحاد القطري، رئيس الاتحاد الكويتي، الامارات اعتقد هم اجوا رئيس الاتحاد فكان وجودهم هم مبادره خير هاي لنا ويستبشرون لنا خير هم طبعا اكيد اغلبيتهم بالاعلام يعطونا فد مؤشرات بان انتم ان شاء الله البلد راح تستضيفون مبارياتكم على ارضكم. وبلدكم امن وهذا الشيء احنا الرساله من زمان نحاول ندزها للناس عن طريق التواصل الاجتماعي لكن الجو شافه والواقع غير شيء، هذا الشيء فرحنا وسعدنا واعطانا فد شلون بسمه امل للجاي. شكرا جزيلا لك. وبالتالي هو الشكر ايضا موصول لكل الناس اللي حضرت بالبصره اللي شاركت بالافتتاح اللي شاركت بهذا العرس الكروي اللي حقيقه لطالما انتظره العراقيين كثيرا. الله مبتسم الحياه مبتسم على هاي الاجواء الحياه ورديه انت عندك طبعا الحياه ورديه بهاي الاجواء والعالم وبطوله يعني خليج 25 يعجز على الوصف عن لسانه يعني بطوله استثنائيه والخليج كله هنا يعني شو اريد احكي عنها اكثر من هاي الفرحه طبعا انا من بغداد جاي البصره من قبل البطوله وراح اخلص البطوله كلها هنا يا حلي وريد اشوف العالم ونشوف الاتحاد الخليجي ونشوف كل رئيس الاتحاد ومن رئيس الوزراء على هذا التنظيم ونشكرهم ونشكر جهودهم العاليه وان شاء الله بطوله 25 راح تكون بطوله مثاليه. شكرا جزيلا. نعم بالتالي ايضا الشكر موصول لقواتنا الامنيه اللي حقيقه جاي تبذل جهد كبير بخصوص حمايه عفوا يعني توفير الامن والحفاظ على الامن بشكل او باخر، بالتالي شكر موصول للجميع منهم رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضه وزير النقل وجميع الوزراء وبالتالي وصولا لرئيس الاتحاد عدنان درجال وكل اللي ساهموا في انجاح بطوله خليجي 25 على اعتبار بطوله مهمه جدا وبعثت برسائل عديده لدول العالم ولدول الخليج. اول الرسائل هذه انه العراق قادر على استضافه اكبر مناسبات واكبر احداث رياضيه. اهلا واحتضان اكبر شو اسمك؟ حسن. واحتضان حسن ايضا خلينا نحكي البطوله مو بس تحتضن البطولات الكرويه بعد طينا حضن بعد طينا حضن يا ابو شلونك حسن؟ بخير شلون اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال شلون الامور؟ منين حسن؟ انا من بغداد من بغداد زيك اليوم هذا شوي نطمن ويا اخواننا العرب انت مزور؟ يعني مطعم منا جاي توصل رساله نفس اليوم اشوف جماعتي كلهم لابسين عقال ونظارات
توهمت عبالي خلايجة كويتيين قالوا نفس الزي. شلونك اخي؟ يا هلا فيك، حياك الله. ها شوف هنا اجي، انا جبت الاخ توقعته خليجي. منين وين؟ من عمان. يا هلا ويا مرحبا. يا مرحبتين، يا هلا فيك، حياكم الله، يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه، يا هلا فيكم. شلون اخبارك؟ والله الحمد لله بصحه عافيه، الله يسلمك. انا شفت الكويتيين هواي موجودين هنا، ردت عمانيين. اي وينهم واخيرا؟ لا والله نحن كنا يمكن تقريبا اكبر جمهور من دول الخليج، نحن كنا العمانيين اكبر جمهور. رغم ان عمان هي ابعد دوله للكويت بالنسبه لدول الخليج، ولكن اكثر الجمهور. رغم ان نص الجمهور كان طالع امس شوي زعلان، واليوم النص زعلان، ولكن الحمد لله دارك هذا الوضع وما زلنا نحن موجودين. احنا شو نقول للخليج؟ خليجنا واحد وشعبنا ما اسمع واحد. ما اسمع. خليجنا واحد وشعبنا واحد. خليجنا واحد. يلا صفق صفق. وشعبنا واحد. الرسائل العراقيه جاي توصل للعالم. اكيد اكيد. خليجنا واحد شعبنا واحد. اكيد جزاكم الله خير. هذه طبعا هي ما غريبه على اهل العراق واهل البصره. هذه مكان الحضارات طبعا اللي قامت فيها، وكانت امنيه لنا دخولنا فقط للعراق. جينا صح فعلا نتابع المباراه، يمكن 10% 20% نآزر المنتخب، ولكن 80% جينا نشوف أرض الحضارات. اليوم صار عندنا مجال نيجي من دولة خليجية قريبة، دولة شقيقة لجمهورية العراق، وشفناها بأرض الواقع، وهذا شرف كبير لنا بصراحة. طبعا يعطيكم العافية، وأنا أشكر بصراحة عبر إذاعتكم هذا وعبر المرئي حكومة جمهورية العراق وعلى رأسهم الرئيس طبعا، جزاكم الله خير. وهي جهود جبارة، ويذكر لها التاريخ بعد مر عصور أو سنوات كثيرة، وكان لنا يعني كأنه حلم خليجي أو عرس خليجي قام اليوم في خليجي 25، يذكره جيل بعد جيل، جيل بعد جيل بيذكر وبجهودكم أيضا. لا جزاكم الله خير، وأنا أشكر على التنظيم، وأنا أشكر على التنظيم وعلى الاستقبال الجيد، وبالعكس يعني شفناها بصرة مثل ما متوقعينها وأفضل. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. سمعوا صفقة. لا تروح. طبعاً الحلو وقف. الحلو بالبطولة هاي يعني حسيت نفسي بمنطقتي. اليوم حتى وسام بن خالد موجود. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أستاذ علي، شلونك حبيبي؟ بدون شلونك خالد؟ لا أستاذ. شلونك؟ علوك شلونك يا عبد؟ يلا وسام. من أي بلد؟ من عمان. الله على رأسك. حياكم الله. الله يحييك ويبقيك. أنا امبارح قلت لهم الكاس عماني، الله شاهد. يعطيك مو مجامله لك. لا لا بالعكس بالعكس، قلت لهم الكاس عماني، لذلك انا عراقي. بس انا عندي شيء. تفضل. دائما في كاس الخليج او اي بطوله، نعم، المرشحه الاولى، نعم، الدوله المضيفه، نعم، وهذا لا شك. لا. ما ظني اثنين يختلفوا فيه. لا 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 لا، ما الدوله المضيفه. لا. وانا صح اني مشجع يعني منتخب عمان، نعم، انزين، لانها التمي لها، ولكن من بعد عمان انا اتوقع العراق بتشلها وتستاهلها ان شاء الله. على يعني على هذه الاضافه وعلى هذه الجهود اللي سوتها. طبعا انا عارف جهود جباره، نعم، وما ببساطه، نعم، ولكن نقل الصوره للعالم، نعم، او للخليج، نعم، او للعالم كلها ان العراق قادره عادة انها تستضيف حتى كاس العالم. احسنت. الدول اللي استضافت ما ظني صعبه كانت عليها، مثل ما استضافت كاس الخليج بتستضيف ان شاء الله كاس العالم. ونتمنى بصراحه من هذا القناه انها قدها وتروم. من هذا القناه نقول، نعم، كافه الخليج، نعم، عماني، نعم، ولا قطري، نعم، ولا كويتي، نعم، ولا سعودي، نعم، ولا اماراتي، ولا بحريني، نعم، ولا يمني، هذا الدار داركم. جزاكم الله خير. البصره بصرتكم. جزاكم الله خير. بدون مجامله، وانتم شفتوه. صحيح صحيح. هذه كلها عمان. صحيح. هذا كله كويت. هذا كله قطر. صحيح. صح. هذا كله سعوديه. شعب واحد. لكن الروح الرياضيه موجوده عند كل المجتمع اللي احنا حاليا بيه. صحيح. انا جاي من بغداد. والنعم. اريد استانس بالبطوله. صحيح. اريد استانس بدول الخليج. رغم هذا انتم عمان، انا قلت ان البطوله عمانيه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. البطوله عراقيه، لا تجاملنا. نعم بلد مستضيف، لكن احنا نتمنى ان يكون العراق هو الاول. صحيح. ويكون هو، صح لو لا استاذ علي؟ طموح مشروع.
لا هذه 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 طبعا الروح الرياضيه دائما يعني موجوده. كل واحد يتمنى اليوم اليوم انت تشجع لك برازيل، تشجع لك ارجنتين، تشجع لك يمكن ما يمكن انت ما تلتمي لها، لكن اليوم نحن كلنا عرب، واليوم اللي جمعنا شط العرب هذا اللي كنا نسمع فيه شط العرب، جمع العرب اليوم، جمع العرب هذا كلهم اليوم. وانا بصراحه انا عندي رساله اوجهها عبر الاذاعه هذه عندكم، رسالة للحكومة العراقية. نحن سابقا كنا منعزلين كخليجيين ومحرومين من العراق وأهل العراق. وكان ما أخذ ما خلت الفيزا الحكومة العراقية، شالت الفيزا العراقية. شالت الفيزا، لكن صار في عرقلة بسيطة اللي هي موضوع تصريح كيتي. هذه عرقلتنا جدا جدا، أكثر من 9 ساعات نحن ننتظر التصريح هذا. إحنا شو نقول؟ كابتن. أنا أتمنى اليوم كأس الخليج موجود أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر، لكن نظل إخوان موجودين، الأخوة موجودة، فأتمنى مثل ما صارت التسهيلات سابقا أظل التسهيلات على طول. ليش أنا هذا حاجز وفتحة بيننا؟ بالعكس كلنا إخوان ولنا الشرف. اليوم 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 نحنينا، اليوم نحنينا ونحن فرحنا بشوفتكم. انزين، فانا اتمنى ان هذه الفرحه تستمر على طول. يوصل رساله وعالميه عالميه 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 عالميه. هيدا 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 عالميه عالميه، البصره صارت عالميه 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 عالميه، شكرا جزيلا. شكر موصول ايضا لكل العمانيين على دعمهم للعراق، سواء الاتحاد الخليجي او سواء الدوله، سواء كل الجماهير اللي اجوا هنا. حقيقه اليوم موقفكم كحضوركم كعمانيين، يعني احنا حتى حسب العراقيين انهم متفضلين بجيتكم وتطلبوننا. دول عيال قابوس، عيال قابوس، دول عيال قابوس. أنا أوصل رسالة عبر أذاعتكم. أنا يعني في بعض المطبلين البصرة كذا وصابني موقف كذا، أو صار وش ما صار. أنا عادي. شنو اللي شفته بالبصرة؟ أنا اللي شفته شيء ثاني. نعم. أنا طاحت محفظتي وأنا داش النادي. نعم. الأستاذ طاحت محفظتي والزحمة صارت الناس تنادي أحمد أحمد، وأنا أطالع والله أني ناسي. وأنت محفظتك؟ وأنا طايحة ولا عندي خبر. يقولوا لي نادوك شو السالفه، قال يا اخوي هاي محفظتك. فاشياء تصير، انا ما بقول لك، لكن هذه اشياء فرديه ما تمثل الشعب العراقي ولا الحكومه العراقيه. بالعكس الشعب طيب والشعب خلوق، وانا اشكرهم صراحه. وانا كنت اسمع شيء والواقع شيء ثاني. ان شاء الله يعطيكم العافيه. مشاهد الكرام، متواصلين وياكم من كورنيش البصره، خليكم يعني. أنا بس أقول شغلة واحدة، أنه ما بعد بطولة خليج 25 البصراويين شلون راح يرجعون لوضعهم، وشلون راح يرجعون لجدولهم السابق ويتأقلمون، لأن هاي البطولة راح يعني تقام أسبوعين بالبصرة، ومثل ما جاي يشوفون هاي الأجواء راح يفتقدوها البصراويين، راح نفتقدها إحنا بالتالي، وأيضا حتى الوافدين للعراق. فيا رب إن شاء الله فاتحة خير تكون للبصرة هذه البطولة، ويا رب ان شاء الله مثل ما شفنا هذا الامين وشفنا هاي المشاعر مال الفرح اللي موجوده عند الشعب العراقي بالبصره، ان شاء الله نشوفها بكل محافظاتنا وخصوصا بالعاصمه بغداد. ليش؟ لان الرياضه سوت ما سوت السياسه. ختاما تقبلوا تحيات وتحيات كادر العمل، وايضا تحيات كل الجماهير. في امان الله.